قل المسافة لو تطول المسافة، نطوي لياليها ونطوي ظهرها، من حيننا ما فيه درب نخافة، انشد مطايانا وقص سترها. قل المسافة لو تطول المسافة، نطوي لياليها ونطوي ظهرها. بسم الله الرحمن الرحيم، مشاهدين الكرام متواصلين بحضراتكم، نجدد بكم اللقاء والتحية والترحيب في انطلاقة شوط جديد، شوطنا الثامن ينطلق وتنطلق الأسماء والشعارات الحاضرة المتواجدة والباحثة بين أقطاب وأركان هذا الميدان عن النوماس وعن الانتصار. نسير إلى مقدمة الشوط لنتابع وتتابعون الأسماء الحاضرة والمتواجدة. أول الأسماء من الجانب الآخر يتقدم في هذه اللحظات مشاهدين الكرام ومتابعين الأعزاء. بداية الشوط راشد بن علي بن ثلاب الهاجري مع شديد، من يقدم لنا اندفاع شديد مع صدارة الشوط. المركز الثاني أتابع شعار مانع بن علي الرزق مع مرعب، من يتقدم على المركز الثاني. والمركز الثالث في هذه اللحظات أتابع القادم في هذه اللحظات على المركز الثالث. ثالث الأسماء مشاهدين الكرام سطاب بن عواد بن مطلق الحمري مع المهندس على المركز الثالث. والرابع القدوم في هذه اللحظات المتواصل الحاضر على المركز الرابع. أرى وأتابع المركز الرابع حمدان بن سليم الجحافي مع الفارس أبناء السلطنة. وخامس الأسماء بدأت الأسماء في هذه اللحظات بالتواجد على المركز الخامس. وصل راشد بن علي بن سالم الدعية مع سياف. نعود إلى مقدمة الشوط، إلى بداية الشوط مع اندفاعات شديد شديد شديد. راشد بن علي بن ثلاب الهاجري يتقدم في هذه اللحظات مع شديد، أداء شديد ممتاز حتى هذه اللحظات. يتقدم شديد لازال مسيطر السيطرة التامة مع مقدمة الشوط. راشد بن علي بن ثلاب الهاجري مع شديد 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 شديد، من القادم؟ الله يا هذا الهجوم. وصل في هذه اللحظات، وصل سليمان بن عوض العطوي مع برهان. والقدوم في هذه اللحظات الوصل هنا هادي بن حمد، آلم نجم مع والم بن عايض. آخر الأمتار آخر الأمتار، الله 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 الله، بن عايض ولا المنجم بن عايض. محمد بن علي الفهد المرية مع شاهين، شاهين بطلا لهذا الشوط منتزعا لنوماسي هذا الشوط. تهانينا والف مبروك بن عايض على هذا الفوز والانتصار مع شاهين. محمد بن علي الف هيدا المري مع شاهين المركز الثاني. مشاهدينا الكرام ثاني الاسماء فكان شعار هادي بن حمد بن هادي آل منجم مع والم. والمركز الثالث ثالث الأسماء فكان الوصول مع شعار سليمان بن عوض العطوي مع برهان. ورابع الأسماء رابع الأسماء فكان الوصول مع شعار مسفر بن محمد آل فطيح اليامي مع نجم. وخامسا شعار راشد بن علي بن ثلاب الهاجري مع شديد. هكذا كانت النتيجة مشاهدينا الكرام ومتابعينا الأعزاء. نشاهد وإياكم التوقيت الزمني ولحظة وصول شاهين منتزعا لنوماسي هذا الشوط لحظات، ونتعرف بحضراتكم مع الفائزين والأبطال في هذا الشوط. كما تشاهدون أمامكم على الشاشة التوقيت الزمنية للخمس المراكز الفائزة في هذا الشوط. توقيت شاهين مشاهدينا الكرام لمالك محمد بن علي الفهيد المري 3 دقائق بدون ثواني 28 جزء من الثواني. تهانينا والنوماسي لمحمد بن علي بن حمد الفهيدة المري. المركز الثاني والم 3 دقائق بدون ثواني 63 جزءا من الثواني. تهانينا والنماس لهادي بن حمد بن هادي آل منجم. وثالثا برهان سليمان بن عوض بن سليمان بن سلمان العطوي 3 دقائق ثانية 27 جزءا من الثواني. تهانينا والنماس لمالك برهان
من حل ثالثا في هذا الشوط. مشاهدينا الكرام ومتابعينا الاعزاء، نتواصل بحضراتكم في اشواطنا في هذا الصباح، لا زالت متواصله ومستمره، كما نهني ونبارك لجميع الفائزين في سابق الاشواط وفي قادم الاشواط، متمني لجميع الاخوه المشاركين التوفيق والنجاح. للهجن قدر وقيمه وهيبه، وقلوبي نعم متعلقه فيها، ساس الفخر وارث النماريبه في حاضر الدنيا وماضيها. للهجن قدر وقيمه وهيبه وقلوبي